تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا مستمعينا الكرام 600-55-1414 أو عن طريق رسائل نصية على 4006 4006. أيضا اللي حاب يتواصل معنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ممكن أنه يتواصل معنا على حساب هيئة الصحة بدبي اللي هو DHA_Dubai. ونحاول إن شاء الله في القادم من الدقائق بس يشتغل الآيباد ندخل على حساب نور دبي كذلك عبر الانستغرام لايف بالصوت والصورة، بتشوفونا معاكم في الاستوديو وبتشوفونا أيضا كواليس البرنامج. عموما مستمعينا على طاري السوشيال ميديا، خلوني بس قبل أرحب بفريق العمل معايا اليوم في الإخراج محمد الصفار، التنسيق شيمة التناك، والإعداد فريق قسم الإعلام، وكذلك يعني زميلتي الإعلامية الدكتورة ندى الملا. صباحك الله بالخير دكتورة. صباحكم الله بالخير. صباحك الله بالخير محمود. اليوم الخميس الونيس، أحلى يوم في الأسبوع. اليوم في حد كان طرش حق بعمر يقوله عسى كل أيامكم خميس. هي والله أحلى يوم صح؟ لا لا، أي يوم أحلى يوم؟ الأحد اللي كل حد يحبه، اللي يحبك الأحد، اللي يحبك الأحد. زين انزين. على طاري التواصل الاجتماعي معانا أسماء الجناحي موجودة معانا عبر الهاتف، بتعطينا تفاصيل أكثر عن الأشياء اللي موجودة في التواصل الاجتماعي. تفضلي يا أسماء. صباحكم الله بالخير يا أسماء. صباحكم الله بالنور والسرور. شو أخبارك اليوم؟ تمام الحمد لله. صباحكم الله بالسعادة وعلى كل المستمعين يا رب. آمين. شو رسالتنا لليوم؟ رسالتنا اليوم هي أكبر خطأ ممكن أن تقع فيه هو خوفك من الوقوع في الخطأ. كن واثقا بنفسك، وإن أخطأت فإنك ستكون قادرا على تصحيح هذا الخطأ. جميل يا أسماء، رسالة حلوة. نحن نغلط، لكن المشكلة إذا نحن غلطنا ووقفنا في مكاننا. صحيح صحيح أكيد. وترى الخوف من الخطأ يخليك تغلط زيادة، فخذ جزء من المخاطرة ولا تخاف من الخطأ، لأن كل تجربة نمر فيها هي تجربة نتعلم منها. فشو اليوم عندنا في مواقع التواصل الاجتماعي يا أسماء؟ اليوم الخميس نحاول نركز في التوعية، لأن إن شاء الله راح يكون الأسبوع القادم قاعدين نجهز لليوم العالمي لسرطان الأطفال، فراح يكون إن شاء الله في مستشفى دبي وراح نكثف التوعية عن سرطان الأطفال إن شاء الله. جميل، والله يعافي إن شاء الله جميع الأطفال، ونتمنى لهم جميعا يكونوا بصحة وسعادة. وشكرا لك يا أسماء. شكرا. شكرا. إذن كل الشكر للزميلة أسماء الجناحي. أيضا مستمعينا نحب نذكركم بس بموضوع التأمين الصحي. في الرابط ما اللي خلته هيئة الصحة للرد على استفساراتكم اللي هو www.ishd.ae اللي هو من كلمة إسعاد. دخلوا على الرابط، شوفوا الباقات، من المفروض يؤمنون، رد على كافة استفساراتكم إن شاء الله موجود في الرابط، ولا تتريون نهاية المهلة، أمنوا اليوم وصححوا أوضاعكم. طيب هذا من ناحية. من ناحية ثانية دكتورة نذهب إلى الدراسة اللي نحن نتكلم عنها اليوم، وهي باحثون يقولون أن تدخين علبة سجائر في اليوم يمكن أن يسبب 150 تغيرا ضارا في خلايا رئة المدخن كل عام. جاءت النتائج في دراسة عن الضرر الجيني المدمر أو التحور الناتج عن التدخين على أعضاء مختلفة من الجسم.
الباحثين قالوا في الدراسة أن نتائج تظهر علاقة مباشرة بين عدد السيجار التي يدخنها المدخن على مدار حياته وعدد التحورات في الحمض النووي للأورام السرطانية. واكتشف الباحثون أن أعلى معدل للتحورات شوهد في سرطانات الرئة، لكنهم رصدوا أيضا تحورات في الحمض النووي لأورام مرتبطة أيضا بالتدخين في أعضاء أخرى من الجسم، ومنها المثانة، الكبد، الحنجرة. ويفسر هذا لماذا يسبب التدخين أنواع كثيرة أخرى من السرطانات إلى جانب سرطان الرئة. ويقتل التدخين ما يصل إلى 6 ملايين شخص حول العالم كل عام. وفي حال استمرت المعدلات الحالية للتدخين، تتوقع منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 1 مليار حالة وفاة مرتبطة بالتدخين في القرن 21. لوموديل ألكسندروف الباحث بمعامل لوس ألاموس الوطنية في الولايات المتحدة، وهو أحد المشاركين في البحث، قال أنه من الصعب حتى الآن شرح كيف يزيد التدخين من مخاطر الإصابة بالسرطان في أعضاء من الجسم ليس لها علاقة مباشرة بالتدخين. وأجرت الدراسة تحاليل على أكثر من 5000 ورم، وقارنت أنواع السرطان بين عدد من المدخنين وبين آخرين لم يدخنوا مطلقا. واكتشف الباحثون أن تدخين علبة من السجائر في متوسط كل يوم يؤدي إلى 150 تحورا في كل خلية كل عام، مثل ما قلنا في بداية الخبر. وكل تحور مصدر محتمل لبدء مجموعة أضرار جينية يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى الإصابة بالسرطان والعياذ بالله. صحيح محمود، هذه دراسة مهمة، أن حتى المدخنين لما يجون العيادة نقول لهم ترى السرطان التدخين مرتبط بسرطان المثانة والكبد والكلية، يقول لك دكتور بس أنا أدخن بس مفروض يأثر على رئتي، بس مو مفروض يأثر على باقي أعضاء الجسم. بس عندما تقول هذه الدراسة، المواد الموجودة في التدخين نفسها تسوي التحور اللي هو بالإنجليزي وايد ناس عارفونه اسمه ميوتيشن، أو يسوي خلل في البصمة الجينية الموجودة في الخلايا. هل التحول هو اللي يسوي يعرضك للإصابة بالسرطانات؟ فعشان تي إحنا لما نقول لما تنكتب على علبة السجائر إنه مرتبط بسرطانات في أجزاء من الجسم، هاي مبنية أصلا على دراسات، وهذه إحدى الدراسة بعد تأكد هالكلام. جميل. إذن يعني ما في داعي إن إحنا نقولكم مضار التدخين، لأن أعتقد الكل يعرف شو مضار التدخين، ولكن هنالك يعني يكتشفون إن في مضار أخرى يمكن ما تكون لها علاقة مباشرة بالتدخين. هذا واحد. اثنين دكتورة، نحن عندنا عيادات ترك التدخين. صحيح، موجودة في الطوار، موجودة في البرشة، وعشان نخدمكم أكثر في البرشة موجودة صباحا ومساء. يعني اللي يقول إنه في الدوام الصبح موجودة يوم الاثنين العصر. حتى لو أنت ما تفكر تقلع، فقط روح، أنا دائما نقول المدخنين روح زيارة واحدة فقط، اسمع الطبيب شو بيقول لك. ممكن أنت ما تفكر تقلع، بس خذ المعلومة من الطبيب المختص، خذوا موعد روحوا زيارة وتشوفوا شو بتكون النتيجة. طيب، لأن عارفة أن العيادة يعني فيها نسبة كبيرة من اللي الأشخاص اللي تركوا التدخين. صحيح، حتى نسبة تفوقت على النسبة العالمية. صحيح محمود، صحيح. عشان شيء تقولين يروحون. إيه، لأن عندنا طاقم ممتاز عندنا في العيادة، وإحنا حتى المرضى اللي يروحون العيادة يوني يقول إحنا مرتاحين. في ناس كان يعني ما عندهم رغبة في الإقلاع عن التدخين، يعني يقولك أنا صما بقلع أنا مرتاح. لما راح العيادة أول مرة في خلال 6 شهور تلاقي يرجع مرة ثانية يتابع في العيادة عشان يساعده يوقف عن التدخين. فخذ موعد وروح زور العيادة، ما راح تخسر شيء، بالعكس راح تستفيد. إذن كل التحية لكل من يتابعنا عبر حساباتنا في السوشيال ميديا. بعد شوية ما نطلع أيضا على حساب نور دبي إن شاء الله على الفاصل. وشكرا لكل من يتابعنا على حساب DHA_Dubai. اللي حاب يشوفنا في الفاصل ممكن نحن نرد على أسئلتكم، نسولف وياكم شوية. في حد يقول هي والله الكل يعرف بس ما أدري ليش يدخنون، هذه كي صحيح. شو ما أعرف شو الاسم صح، قريته اسمها طويل غريب. عموما فاصل مستمعينا، بعد الفاصل نتواصل إن شاء الله. صحة وسعادة أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم
صحة وسعادة، هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. شو تكسرين دكتورة؟ أنا آسفة، أنا عدل المايك لأنه ما فيني صوت اليوم. وين صوتك؟ هي والله راح هذا ترى مضاعفات الزكام الانفلونزا جتني، هذا باب النجار مخلع يسمونه عشان مضاعفات المشهوره انه يسوي التهاب في الاحبال الصوتيه، فعلاجه عشان الدكتور شو العلاج؟ علاجه هو انه واحد ما يتكلم، لازم يقلل الكلام. انزين جميل، صباح الخير. سؤالي، المقيمين يقدروا يروحوا المراكز الصحيه للاقلاع عن التدخين؟ تروح للعيادة، تروح لأي عيادة، حتى عيادتك اللي أنت تابع لها يعني أقرب عيادة لك، يعطونك موعد عن عيادة الإقلاع عن التدخين. يسعد صباحكم، يا ليت تطلب منهم ما يعملون لايكات عشان ما يعلق البث. والله نطلب منكم اللي إيش اسمه تعملون لايكات وتعملون كل شيء. زين ما تعرف تنطق اسمي؟ والله ما عرفت. أوكي، عموما مستمعينا نحن متواصلين معاكم، عندنا موضوع جميل ما نتكلم عنه، موضوع إنقاذ يعني حياة مريض مواطن بعد تضخم وانفجار الشريان الأبهري. في هذا الموضوع بيكلمنا الدكتور أيمن السباعي، استشاري الأشعة التداخلية بمستشفى راشد. صباحك الله بالخير دكتور. صباح الخير. طبعا انا ما ادري ليش دكتوره ندى ودتك هناك، لكن مو مشكله، خليك نحن بنحاول نتصرف نطلع الدكتور معانا على البث. دكتور ايمن هذا من حساب الهيئه معانا. طيب دكتور، يعني نحن بنتكلم اليوم ان شاء الله عن هذه الحاله. اول شيء خبرنا، يعني الفريق الطبي بمستشفى راشد تمكن من انقاذ حياه مريض مواطن كان يعاني من تضخم وانفجار في الشريان الابهر ويحتاج لعمليه عاجله حسب فحوصات وتقارير حصل عليها المريض من المانيا وامريكا. طبعا هذه الحاله ليش هي اول شيء؟ كيف وصلت بمستشفى راشد؟ شو اللي خضعت لها في البداية؟ المريض هو عبارة عن مواطن بأول الستينات من عمره، كان في زيارة لألمانيا وعمل فحوصات ومنها توجه لأمريكا ليكمل الفحوصات، وبالمايو كلينيك اكتشفوا أنه عنده تضخم بالشريان الأبهري، هو الشريان الرئيسي بجسم الإنسان اللي يتوزع منه كل الشرايين للأمعاء والكلاوي. والمشكلة في التضخم أنه كان الشرايين الأمعاء والكلاوي ناتجة من التضخم نفسه، صحيح. فالعملية بتكون أكبر بكثير لأنه لازم يتم زراعة هاي الأمعاء والكلاوي رح تموت. المريض على معرفة سابقة مستشفى راشد تعالجناه قبل حدود 7 سنوات، كان في عنده تضيق بالشرايين وتم علاجه بمستشفى راشد. جميل. فلما سمع بالخبر بمايو كلينيك اتصلت بنته بدبي، بنته تواصلت معي مباشرة، هو هناك في مايو كلينيك، هو بالمايو كلينيك سألني، فبنته سألتني قالت هل هاي العمليات متوفرة هون بالدولة؟ هل متوفرة فيها؟ قلت لها طبعا احنا نعمل هاي العمليات ونعملها عن طريق القسطرة، بالمايو كلينيك عرضوا عليه فتح جراحة فتكون نسبة المخاطرة أكبر. صحيح. فالأستاذ توجه من أمريكا، ركب الطيارة إجى دبي، شفنا الفحوصات، طلبنا له شبكة معينة مفصلة علشان تركب على الشريان الأبهر تبع. ولكن للأسف قبل ما توصل هاي الشبكة انفجر الشريان فإجا بوجع بطن. أوكي. فإجا بحالة طارئة. وكان في المستشفى ولا في البيت؟ في البيت. فإجا بحالة طارئة. لو عملنا له سي تي سكان مرة تانية فكان الأشعة المقطعية فكان في تسريب من هذا التضخم. فدخلناه مباشرة للمستشفى وعملنا له تفصيل داخل المستشفى لهي الشبكة. جميل. انفتحنا شبكة وقصينا وين شرايين تبع الكلاوي والأمعاء وركبنا له إياها والحمد لله. والمريض الحين وين؟ في البيت؟ بالبيت. ما شاء الله. البارحة طلع البيت ماشي على الأرض. ما شاء الله. جميل. طيب نسبة النجاح في مثل هذه العمليات دكتور شو نسبته؟ شو اللي يخلي يعني هذه العملية شوية تعد من ضمن الإنجازات اللي تحققت في مستشفى راشد؟ شوف، هي خاصة إذا كان في تسريب بالشريان الأبهري، إذا هي العملية المريض ما عالج خلال 24 ساعة نسبة الوفاة تكون بحدود 90%. نسبة كبيرة. نسبة كبيرة. أكيد. وإذا
لمدة أسبوع ما تعالج بترتفع من 90 إلى 95% تقريبا. فلازم يتعالج، لأنه هذا دليل لما يصير في تسريب أنه جدار صار رقيق جدا، صحيح. غير متحمل لأي ضغط الدم، فيبدأ يسرب، صحيح. فلما بصير بهالدرجة رقيق لازم يعالج بأسرع طريقة، وإلا نسبة الوفاة تكون جدا عالية دكتور. تكون جدا عالية، صحيح. المشكلة هو بهاي الحالة أنه شرايين الكلاوي والأمعاء ناتجة من التضخم، فإذا تكون تعمل جراحة المضاعفات عالية جدا، منها الفشل الكلوي، منها أنه الأمعاء تموت ما تشتغل، لأنه ما يوصلها طبعا الدم للأمعاء والكلاوي، ما يوصلها دم، وبعدين ونزف خلال العملية بتكون عالي جدا. ففي طريقة جديدة اللي هي تنعمل عن طريق القسطرة، صح. تركيب شبكات مفصلة خاصة للمريض، صحيح. وهي نحن هون بالدولة ما شاء الله رواد فيها. رواد فيها. جميل 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 دكتور. بس لو ممكن نشرح تكلمنا عن أهمية الشريان الأبهر من قبل في عملية ثانية، بس اللي ما كان يتابعنا، بس ممكن نقول للمستمعين شو أهمية الشريان الأبهر، وليش لما يعني نتسوي عملية على هذا الشريان بالذات تاخذ صدى واسع؟ بس ممكن نشرح للمستمعين. هو الشريان الأبهر هو الشريان الرئيسي اللي يطلع من القلب، يبدأ من القلب ويتفرع منه كل الشرايين لجسم الإنسان، صحيح. مثل هو يعني شريان مثل شارع رئيسي، مثل شارع الشيخ زايد، شارع الشيخ زايد بدبي، صحيح. صحيح. هو الشريان، هو الشارع الرئيسي بدبي، والأبهر نفس الشيء، هو الشريان الرئيسي، فهو يكون قطره بحدود 2 ل 3 سنتي عن الإنسان الطبيعي. هذا القطر يعني مثل خرطوم مياه، والضغط فيه يكون عالي، عالي، صحيح. لأنه يطلع من القلب مباشرة، فالضغط عالي، فأي خلط غلط ولا شيء ويصير فيه تسريب المريض بينزف خلال دقيقة واحدة، صحيح. بيطلع الدم، وبعدين بما أنه كل الشرايين المؤدية للدماغ، المؤدية للإيدين، المؤدية للكلاوي، المؤدية للمعاء تنجل، والمؤدية للنخاع الشوكي كلها تطلع من هذا، تتفرع من هذا الشريان، فأي خلل بهدول الشرايين بتؤدي إلى أعراض كمان، صحيح. أثر على كامل أجهزة الجسم الأخرى. جميل جميل دكتور. يعني واحد من الشغلات اللي نحن نتحدث عنها يعني الإمكانيات والتجهيزات التي تتواجد في أقسام القلب عموما، وهنالك فريق مكون كذلك على مستوى الهيئة من جميع المستشفيات في هذا النطاق، وأيضا مستشفى راشد أحد الرواد في هذا المجال. فخلنا نتكلم عن التجهيزات اللي يحويها قسم القلب في مستشفى راشد. قسم الأشعة التداخلية. أشعة تداخلية. قسم الأشعة، لأنه القلب والأشعة التداخلية قسمين يعني ممكن يتواصلوا مع بعض، بس الأشعة التداخلية هي كل شيء غير القلب. يعني قسطرة الدماغ، قسطرة القدمين، قسطرة الكلاوي، هي كلها تدخل تحت الأشعة التداخلية. جميل. هذا القسم افتتح بمستشفى راشد ب2010. من 2010 تم تركيب جهاز ممكن يعمل القسطرة، وعبارة عن 3D، بال3D بالثلاثية الأبعاد، صحيح. ممكن ينشاف الشريان من جميع الجهات، ممكن يصير له تخطيط للعمليات بدقة معينة. بعدين القسم يتعامل مع عدة أقسام، لأنه نحن قسم أشعة تداخلية لازم نتعامل مع قسم الأوعية الدموية، نتعامل مع قسم الأعصاب، لأنه الدماغ بيجي لنا نزيف. تعاملوا مع كل الأقسام تقريبا دكتور. بالضبط، مع كل الأقسام، مع قسم الكلاوي، صحيح. الفشل الكلوي، قسم الشرايين، الناس اللي بتجي معها سكري والغرغرينة بالقدم، هذو كلهم بدهم عملية توقسطرة. فالقسم تأسس ب 2010، بالسنة بحدود نعالج 700 مريض مستشفى راشد، من 700 ل 800 مريض مجهز كاملا، من ناحية للدماغ بالنزيف، للغرارينة بالرجلين، جميع الأشياء اللي تحتاج للعمليات موجودة بمستشفى راشد. جميل جميل. أنت ذكرت دكتور أن للمريض اللي ذكرناه أن سويتوا له العملية كنتم مصممين له دعامة مطلوب له من الخارج، فالحين تفصلتوا له في المستشفى. بالمستشفى. في المستشفى، فالحين فهذا يعطي يعني كيف فصلته 3D ولا عادي؟ بالضبط. فأول عملنا له CT سكان، أوكي. والCT سكان عملنا 3D موديل، وقمنا بقياس وين على الدعامة لازم يكون شريان الكلية وشريان الأمعاء وعدة شرايين أخرى،
ومن فتح الدعامة خلال العملية وتفصيل محلات لهي الشرايين. جميل. يا ريت لو جبت لنا نموذج مال 3D دكتور، كنا نعرضه على الناس يعني. إن شاء الله المرة الجاية. المرة الجاية إن شاء الله. يعطيكم بعدين قمنا بإغلاق الدعامة ودخلناها وركبناها موقعها بالضبط محل ما لازم تكون. جميل جميل جدا. هني أنا أبغى أتطرق دكتور، كيف ساهمت تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في نجاح هذه العملية أو في رفع نسبة نجاح هذه العملية؟ تصوير ثلاثي الأبعاد غير الطباعة، لأنه نحن عندنا هون في تصوير ثلاثي الأبعاد. أوكي. فممكن نحن يوم نصور صورة عادية تكون 2D. أوكي. فما نشوف إذا الشريان ماشي الجوانب كلها مزبط، أيام الشريان يمشي إلى الأمام وينزل لتحت، فنحن يوم نشوفه بصورة ثنائية الأبعاد نشوفه كخط مستقيم. صحيح. يوم يكون ثلاثي الأبعاد ممكن نشوفه من جميع تلثة. وممكن تقيس بالضبط قديش الطول، كيف الدعامة بتركب. في عندنا كمان برنامج كمبيوتر نعمل سيموليشن للدعامة، يعني محاكاة، سيولة محاكاة، ناخد الدعامة ونركبها على 3D فنشوفها كيف بتركب، كيف في أي محلات قبل ما ندخلها لجسم الإنسان. صحيح. جميل. وكلها بالتصوير، ما في طباعة للحين. لا. في مجال الدعامة طباعة موجودة دكتور، تواصل مع دكتور محمد الرضا وما بيقصر ياكم إن شاء الله بالمستقبل أكيد. إن شاء الله. أكيد. عموما نحن شاكرين لك دكتور أيمن السباعي استشاري الأشعة التداخلية بمستشفى راشد، وأهنيكم على هذا الإنجاز اللي تحقق في مستشفى راشد، ونتمنى لكم التوفيق الدائم إن شاء الله. شكرا. شكرا لك دكتور أيمن السباعي، مثل ما قلنا استشاري أشعة التداخلية بمستشفى راشد. عموما مستمعينا نحن بعد الفاصل متواصل معاكم إن شاء الله. رقم التواصل معنا 600-551414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006، وحساباتنا على التواصل الاجتماعي DHA_Dubai على الانستغرام، على البريسكوب، وعلى تويتر. وأيضا طالعين معاكم لايف حاليا، وكذلك عندنا حساب نور دبي بعد طالعين منه لايف، هني حساب وهني حساب، اللي يشوفونه حين يعرفونه يا ساشر وين. عموما كواليس هذا البرنامج على على حساباتنا في التواصل الاجتماعي، فاصل وراجعين بإذن الله. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، وحياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة. رجعنا لكم بعد الفاصل، كنا شوي مشغولين مع الجماعة في السوشيال ميديا على الحساب مال نور دبي اللايف على الانستغرام، وأيضا كنا لايف على DHA_Dubai. وحليلة الدكتورة خف عليها حرام أنا اللي وحليلي والله. إنزين عموما مستشفى دبي مستمعين الكرام حصل على اعتماد عالمي كصديق للطفولة من منظمة الصحة العالمية اليونيسيف، لينضم بذلك إلى قائمة المستشفيات والمراكز الصحية الحاصلة على هذا اللقب. نحن نتحدث عن هذا الاعتماد الدولي وأهميته وأهدافه والمعايير اللي وصلوا له من خلال هذا الاعتماد. معانا الممرضة حنان حمدي الحمادي، مسؤولة ومستشارة الرضاعة الطبيعية في مستشفى دبي. صباحك الله بالخير حنان. صباح الخير والسرور، أصبح عليكم على مشاهدينكم ومستمعينكم الكرام. صباحك ورد حبيبتي، شخبارك اليوم؟ الحمد لله، الله يسلمكم ويبارك فيكم. نهنيكم طبعا، ما أنا ما أخلي محمود يتكلم. نهنيكم. الله يبارك فيك. يعني هذا اعتماد، يعني بصعوبة الاعتمادات الدولية هذا اعتماد عيادات صديقة للطفولة. أحمد خليش تقولينا شو أهمية الاعتماد، كيف يتم الاعتماد، عشان الناس تفهم إنه كيف إنه ممكن منشأة صحية يتم اعتمادها كمنشأة صديقة للطفولة. نعم، أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بعطيكم فكرة عامة عن هذا الاعتماد. بداية مبادرة مستشفيات صديقة الطفل هي حقيقة تم إطلاقها في عام 1991، وهي تعد برنامج عالمي ترعاه منظمة الصحة العالمية واليونيسف لتشجيع وتطبيق الممارسات لتسهل حماية وتشجيع ودعم الرضاعة الطبيعية. وحقيقة جهد عالمي يسعى حتى المستشفيات لتطبيق معايير محددة تأهلها للحصول على لقب صديقة الطفل.
طبعا أهمية هاي المبادرة تكمن أن هدف منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية أنها تزيد معدلات الرضاعة الطبيعية على مستوى العالم. مثل ما نعرف أن زيادة معدلات الرضاعة الطبيعية من شأنها تقليل فرص إصابة الطفل بالكثير من الأمراض والالتهابات مثل التهابات الصدر والأذن المتكررة وتقلل فرص إصابة الطفل بالحساسيات والأمراض المزمنة كذلك مستقبلا، وكذلك تساعد في تحسين الصحة العامة للأم وللطفل من الناحية الجسدية والنفسية كذلك. جميل. لو تقولين ليش شو أهمية أن أي منشأة صحية تأخذ مثل هالاعتماد؟ طبعا أهمية هذا الاعتماد أن الـ مثل ما احنا في هيئة الصحة في دبي نسعى دائما لتطبيق استراتيجية هيئة صحة دبي، دائما تقديم أفضل المعايير العالمية للجودة والتطوير المستمر في الخدمة اللي نقدمها للأفراد والمجتمع. والحصول على هذا الاعتماد يعتبر من أن القطاع الصحي الذي يعنى بالأم والطفل يقدم أعلى المعايير الجودة للأمهات والأطفال في هذا المجال. صحيح. طبعا في معايير وشروط ما أقدر أقول عنها صارمة عشان تحصل أي منشأة صحية على الاعتماد، يعني مثل أي اعتماد ثاني، بس هذا الاعتماد من خبرتنا إحنا أن كل العيادات الصحية ما بتروح لعيادات صديقة للطفولة في معايير جدا جدا صارمة. لو بس تخبري مستمعين بعض الشروط والمعايير اللي لازم تكون متوفرة عشان تاخذونها الاعتماد. نعم صحيح كلامك أختي ندى. الشروط اللي وضعتها منظمة الصحة العالمية ويونسف هي 10 خطوات، ويجب على المنشأة أو المستشفى توفر جميع 10 خطوات هاي للحصول على هذا الاعتماد. صحيح. أنا راح أذكر هني بعض هاي الخطوات. أهم هالخطوات يكون أن تدريب وتثقيف الأمهات الحوامل على أهمية الرضاعة الطبيعية من فترة الحمل، كيفية الرضاعة الطبيعية، ورفع الوعي لديهن من خلال توزيع الكتيبات والمنشورات وعمل ورشات تدريبية لهن. أيضا إنشاء عيادات خاصة تعنى بمتابعة الأم بعد الولادة كذلك بما يتعلق بالرضاعة الطبيعية. يجب أن يكون المستشفى كذلك سياسة خاصة متعلقة بالرضاعة الطبيعية، ويجب أيضا تدريب العاملين في المستشفى على تطبيق هاي السياسة كل واحد حسب طبيعته ودوره في هاي المبادرة. صحيح. عندنا بعد أحد الشروط البدء بالرضاعة الطبيعية منذ الساعة الأولى للولادة. عندنا بعد أحد الاشتراطات أيضا أن يتم الاقتصار على الرضاعة الطبيعية فقط، وعدم إعطاء الطفل المولود الماء أو الجلوكوز أو الحليب الصناعي إلا بأمر من الطبيب أو مختص بالرضاعة الطبيعية. صحيح. كذلك أيضا عدم استخدام اللهايات للأطفال الرضع بما في ذلك من تأثير سلبي على الرضاعة الطبيعية. هاي باختصار بعض النقاط اللي يرتكز عليها الاعتماد الدولي. صحيح. بس بعد بغيت أقول للمستمعين من كذا ما الشروط هذه صعبة لما إحنا نفتخر بأي منشأة خلت الاعتماد إن في شيء يسمونه code of violation أو إذا لقوا أي شيء يعني شيء بسيط مثلا إذا حتى حصلت المقيمة اللي تقيم المنشأة الصحية صورة طفل في حلجة لهاية ممكن تسقط المنشأة، لهالدرجة هم صارمين. إذا حصلوا أي البروشور أو الكتيبات، إذا في أي بروشور أو كتيب حصلوا حق مكمل لحليب الأم أو بديل لحليب الأم في المنشأة تخسر المنشأة هذا الاعتماد، فلهالدرجة هم صارمين. فتخيل لما مستشفى كبير نفس مستشفى دبي بالطاقم اللي فيه بعد المرضى يدخلون ويطلعوا منه انه يكون خالي 100% من اي شيء ممكن يسبب في عدم حصول على هذا الاعتماد، فجهد جبار. يعطيكم العافية اختي حنان الحمادي، مسؤولة ومستشارة الرضاعة الطبيعية في مستشفى دبي، والف مبروك على هذا الانجاز، يعطيكم الف عافية، وان شاء الله من انجاز الى اخر. شكرا لك، يومك سعيد حبيبتي. طيب الحين نرجع ان شاء الله لرسائلكم اللي شويه والله كنت احاول الجماعه اللي في السوشيال ميديا يقولون ما في مجال نسمع صوت المتصل، للاسف يعني انا حاولت من خلال اطلع تليفون واحد اللي هو في حساب الهيئه برا على اساس ان المتابعين في حساب الهيئه يسمعون المكالمه، الثاني مال نور دبي لازم نخليه هنا عاده مروم. فعموما كانت في مجموعة أسئلة دكتورة يتكلمون عن شو اسم البرنامج صحة وسعادة، ريلي يحاول يودر التدخين هالفترة.
روحي للعيادة الأقرب لك وطلبي منهم تحويل على عيادة الإقلاع عن التدخين، في الطوار وفي مركز البرشة صباحا ومساء، يعني عند دوام يقدر يصير موجودين الساعة 9:30 الليل. مدخن سابق يسأل شو الأكلات المفيدة لتنظيف الرئة من آثار التدخين؟ أفضل شيء لتنظيف التدخين لتنظيف الرئة من آثار التدخين هي ممارسة الرياضة. الرياضة تساعد في استبدال غاز ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، ولكن إذا كان في ضرر تم في الرئة من التدخين ما يرجع 100% نفس قبل، ولكن الرياضة جدا تساعد تحفز الدورة الدموية، تساعد على التخلص من الخلايا الميتة وتحسن وظائف الرئة بشكل عام. دكتورة أنا الموضوع هذا أنا ما أعرفه، السلياك، شو السلياك؟ سلياك ديزيز، مرض السلياك اللي هو الحساسية الأمعاء من الجلوتين أتوقع. أوكي، هي السلياك ديزيز. هذا سوينا عليه عيادة ذكية تذكر، يعني كان على طلب بعض الأشخاص اللي هم يتحسسون من القمح. القمح. شو السؤال عليه؟ يقول نحتاج توعية إعلامية عن السلياك، جزاكم الله خير. إن شاء الله أحضر فقرة صغيرة عن السلياك الأسبوع الجاي، ما يهمكم إن شاء الله. أيضا شكرا، ما بقول التعليق بس أن دكتورة غار ترى أنا ما أشوف مرة ما أقرأ من بعيد هو بس يقرأ زين. طيب هي ممكن نتكلم دكتور، نحن تكلمنا عن الزكام وعن البرد الفترة الماضية زين، فأعتقد في عندنا مداخلة عن هذا الموضوع. منو معانا؟ ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل أخوي مصادق، تفضل. بس على الدكتور، انا كان عندي ابني انفلونزا وكان حموته بتصل لحد تقريبا 40، ما نزل حتى بعد يعني الادول والحاجات دي فما نزل، ووديته العياده فشافته الطبيبه، هي اخصائيه شافته وعملت له فحص للانفلونزا، شالت منه عينه من الانف وقالت لي يا اخي عنده انفلونزا، وكتبت لنا يعني برضو خافض للحراره وللكحه وكذا، فبس كتبت لي اتذكر مضاد حيوي اسمه تامفلو، ما حصلته في الصيدلية اللي هي تبع التأمين أكثر من حتة وما حصلته. أيوة. فسبحان الله قلت خلاص بكرة أجيبه، بعد يومين الولد بقى كويس، يعني حالته استغرب والحمى نزلت والحين كويس جدا، بس خوفي أنا ما حطته المضاد الحيوي، فهل يعني ربضارة النافعة خلاص إنه ما أعطيته ولا تسمع لازم تسمع الإجابة. طيب شكرا لك أبو صادق. أبو صادق كان يسأل، بس أنا نعيد السؤال حق المتابعين عندنا في السوشيال ميديا، يسأل عن ولده ودى المستشفى عالجه كان عنده انفلونزا انزين، والدكتور طلب له مضاد أو دواء معين، بس هو ما حصل هذا الدواء، ولكن انخفض حرارة الولد، والولد يقول أنه حين بصحة وإن شاء الله سعادة بكل سعادة. بس الفكرة وين دكتور، أنه هل أنه ما أخذ هذا الدواء راح يأثر؟ محمود في نقطة مهمة، أن التاميفلو لا يعتبر مضاد للإنفلونزا، تاميفلو هو نوع من أنواع الأدوية ضد الفيروس وليس ضد، مش مضاد حيوي، ولكن هو دواء لمعالجة الفيروس. دائما لما نقول الفيروس ما له مضاد حيوي، هو ما يعتبر مضاد، هذا يساعد في التقليل من أعراض الفيروس في الإنفلونزا الشديدة جدا. فطفلك أكيد كان جدا تعبان، عشان شي كتبت للدكتورة، إحنا ترى في العادة في الهيئة مو متوفر هذا الدواء، وحتى مو متوفر برع، لأنه كان متوفر في فترة معينة فقط، في مواسم معينة، وبعد خارج المواسم ما يكون موجود. فإذا ما حصلته ما في مشكلة، مثل ما قلت طفلك يتحسن، ونفس الكلام دائما احنا نقوله، الفيروس لدورة محددة وعقب هذا بيروح، فقط تحتاجون شيء يخفف من الأعراض، فبدواء من غير دواء بتروح الأعراض إن شاء الله تعالى. ونتمنى لك إن شاء الله حياة سعيدة وتكون بصحة. الدكتور يقول لك أبو حمدان هدي التليفون وجاب لي الناس، لا اقرا عن المعلومات الدواء عشان اجاوب له على الدواء، لا احنا ادور الطبيب لازم دائما لو سال عن سؤال معلومه يمكن كان عارفها من زمان. الدواء دورتي في الابلكيشن مال الهيئه دكتوره؟ هي لان في ابلكيشن خاص عند الدكاتره يكتبون اسم الدواء هذا، طبعا هاي تحيه للدكتور علي السيد انه وفر هذه الداتا بشكل سريع، الدكتور ممكن يحصل كل المعلومات عن الدواء نفسه، فشكرا لهم. دكتوره كانوا يتكلمون زياده حالات الاجهاض من شو؟
الإجهاض زيادة، ما نقدر نقول زيادة حالاته ترى، يعني أسبابه، أسباب في وايد أسباب. السبب الرئيسي الأول في الإجهاض هو ترى الإجهاض ما بقول 170%، قول خلينا نقول 50% منه هو رحمة من رب العالمين، إن احتمال يكون في تشوهات جينية في الأجنة فيسقط هذا الحمل عشان ما يولد طفل ذوي إعاقة كبيرة، فهذا نسبة كبيرة من الإجهاض هاي يكون سببه. الأسباب الثانية وايد، أجسام مضادة في الأم، إنسولين عالي، في شيء اسمه الرحم الغير مرحب، يعني الرحم اللي لا يشجع على الحمل، فوايد لأسباب دي الإجهاض. بس ما يكسو نقول إحنا زادت الحالات، الفكرة إن قبل ما كان في تسجيل للحالات، الحين كل شيء مسجل عشان شيء. إنزين، في هل تطعيمات ضد الإنفلونزا تخفف من نوبات الإصابة فيه؟ تخفف أعراض الإصابة، ما ممكن ما تخفف، يعني ممكن لو أنت تصاب بالإنفلونزا 4 مرات في السنة بتتم تصاب 4 مرات بالسنة، ولكن بتكون أقل حدة. طيب في سؤال كان يقول دكتورة عن غليات المياه، شو أضرارها؟ غليات المياه، وهالسؤال أتذكر بعد يانا من قبل، غليات المياه ممكن إذا الغلاية مو صناعتها ليست جيدة أو الغلاية قديمة، في أحيان تصير فيها ترسبات كلسية أو أملاح تترسب فيها، لأن المية حين نشربها فيه نسبة أملاح، مع الغليان مع كل غلي الماء ترسب فيها بعض الأملاح، ممكن تؤثر على الكلى على المدى البعيد. فعشان كذي دائما نقول دائما غلاية الماء اختاروا اللي تكون ستانلس ستيل حتى من داخل، ما يكون في قطع بلاستيك أو شيء. ثاني شيء حرصوا أنكم تغسلونها، في ناس وايد ناس تهمل غسيل الغلاية. اوكي، في شمس الظاهر واحد من متابعين الاجانب، هي سيد كان يو بليز سبيك ان انجلش، وي كان سبيك وي كانت اكشلي بيكوز اتس ان ارابيك شانل راديو، فسوري يعني ما نقدر نتكلم انجليزي. السلام عليكم. السلام، شو اسباب الزكام والبروده؟ اسباب الزكام فيروس، اسباب الزكام الاساسيه هو الفيروس، بس هو الفيروس، فيروس في 70% من الحالات وبكتيريا في 30% من الحالات. يعني أنت كان عندك فيروس البارحة؟ من أسبوعين محمول. وهاي المضاعفات الحين. يعطيكم ألف عافية على مجهودكم، الله يوفقكم. إذا نظفت الغلاية بالخل صح أو لا؟ زين، الخل يشل ترسبات صح؟ زين ها؟ زين. طيب أوكي، no problem. I will learn Arabic for you. Thank you very much. Thank you. Alright. Alright ليش؟ عموما دكتورة، لأن كنت أبغي أقرأ خبر عن الأسنان، تبغين الصدق، في علماء بريطانيون قالوا أنه من الممكن تقوية الأسنان على نحو يجعلها تعالج نفسها ذاتيا بطريقة تضع حدا لعمليات الحشو الأسنان التقليدية. فاهمين الفكرة؟ إن السن بروحه بيعالج عمره. فيقول لك فريق من جامعة كينغز كوليج لندن بالعربي، وايد صعب الواحد يقراها، ان استخدامهم لبعض المواد الكيميائيه ادى الى تحفيز الخلايا داخل لب الاسنان وعلاج ثقوب صغيره اصابت اسنان الفئران. واستطاع فريق العلماء استخدام اسفنجة قابلة للتحلل مشبعة بعقار دوائي ثم وضعها داخل تجويف الأسنان، وأظهرت الدراسة التي نشرتها دورية أن نتائج التجربة أسفرت عن علاج كامل وفعال وطبيعي، وتعد قدرة الأسنان على التجدد محدودة للغاية، إذ يمكنها إنتاج شريط رقيق من عاج الأسنان، أي الطبقة الواقعة أسفل من الأسنان، فقط في حال كشف اللب الداخلي، لكن ذلك لا يمنع لا يمكنه علاج التجاويف الأكبر حجما. يتعين على أطباء الأسنان في الظروف الطبيعية علاج التسوس بوضع حشو مصنوع من مزيج معدني ومركب من مسحوق الزجاج والسيراميك مثل ما أنتم تعرفون، وتحتاج هذه العملية في الغالب للاستبدال عدة مرات خلال مراحل عمر الشخص. لذا يسعى العلماء إلى تعزيز قدرة التجدد الطبيعية للأسنان لعلاج الثقوب الأكبر حجما. طبعا اكتشف العلماء أن العقار الدوائي الذي يطلق عليه تايد جلوسيب يعزز نشاط الخلايا الجذعية في لب الأسنان على نحو أمكنه إصلاح ثقوب بقدر 0.13 مليمتر في أسنان الفئران، وتوضع الإسفنجة مشبعة بالدواء في الثقب، ثم توضع طبقة واقية فوق الجزء العلوي مع تحلل الإسفنجة، يحل محلها طبقة من العاج الأسنان كعلاج للأسنان التالفة. والله اختراع.
بس تشوف الفجوات الصغيرة يعني عندهم بس الفكرة أول شيء دكتورة أن الفكرة الفجوات الصغيرة مو مشكلة بس هذا بيتطور لكن الفكرة في الأساس صراحة اختراع صحيح أكيد يعني ما في تدخل جراحي ما في تخدير يحتاج حفر اختراع جميل إن شاء الله بس بعد على الفكرة فئران إن شاء الله بيطبق على البشر أيضا يعني عادة وايد أشياء تطبقوها على الفئران ونجحت على البشر مساكين فئران ها؟ مساكين الفئران ليش مساكين تجارب على الحيوانات شوية دكتورة ما دام إن في إنقاذ حياة الإنسان ليش لا منطق صح السلام عليكم أتمنى لكم يوم جميل من عيادة المنخول وصج تنظيف الصابون يترسب بالمواعين منور بيوسف أنت والدكتورة شكرا الصابون يأثر على الصحة وعلى الجلد الصابون يأثر والشامبو والمعجون وأثار على الصحة أبي أعرف وشنو البديل بسرعة دكتورة لازم تستخدمون صابون غير معطر الصابونات اللي يكون مكتوب عليها مضادة للبكتيريا يستخدم كغسيل للجسم أثناء الاستحمام جدا مجففة للجلد وتشل الرطوبة فلازم تستخدمون شيء غير معطر تنفع الفكرة لليهال على فكرة الأسنان لليهال والكبار صحيح يعني نحن إن شاء الله الأسبوع الجاي نتكلم على تقنية 3D مالت الأسنان بيتم تطبيقها في عيادات الهيئة أسبوع الجاي يبتدون الدكاترة يدربونهم وكذا فمن يجيب إن شاء الله حد من الدكتور خالد فرغلي والدكتور حمد المسمار ممكن تكلمنا عن هذا الموضوع عموما يعطيكم العافية وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم على أمل إن شاء الله أن نلقاكم مطلع الأسبوع القادم مع مواضيع جديدة ومتجددة بكم مستمعين فحياكم الله دائما معانا عبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وعبر حساباتنا نحن موجودين يعني في حسابات هيئة الصحة بدبي دائما عندنا الفعاليات والأمور اللي تحدث في هيئة الصحة اللي يبغي يتعرف عليها موجودين لايف فأنصحكم بمتابعة حسابنا DHA_Dubai وأيضا كنا موجودين معاكم لايف عبر حساب نور دبي فكل الشكر لكم وعلى أمل نلقاكم إن شاء الله الأحد نتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة شكرا لك شي متناك وشكرا لك يا محمد الصفار وشكرا لك يا دكتورة ندى الملة شكرا دكتورة ندى كانوا يسألون وين الدومين في مركز البرشة الصحي في مركز البرشة الصحي وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي وحتى نلقاكم إن شاء الله نقول لكم دمتم بصحة وسعادة دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.